خليني اتصل بأديتا أجروال. ليش الأب وابنه ما عم يردوا على التليفون؟ يا ترى ممكن شو بهام وسيد هارت يكونوا وصلوا لهم؟ أوه لك هي بتكون مصيبة. أجروال زلمة فظيعة، هذا يمكن إذا مسك راح يحط كل الحق علي. شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ ميتاي ليش اجيتي معنا؟ نحن مو بحاجة لمساعدتك. لا أنا رح فيدكن، ما في مجرم بينمسك من دون مساعدة ميتاي وحركاتك. هلا مو وقت الولدنة تبعك، ليش لحقتينا؟ بعدين أنت رح تساعدينا؟ أنت طول الوقت مو شاطرة غير إنك تعملي مشاكل، ليش اجيتي؟ شو هالسخافة؟ يلا أخي افتحوا الباب. شو بدك؟ هذا جارك ما هيك؟ قلي لي وين زوجك؟ هو برات البيت. شو بدك؟ برات البيت ماشي، رح نقعد هون ونستنى. بس أنا ما بعرف ايمت رح يرجع. رح نبقى هون لحد ما يرجع. سيد هارت ما رح يقدر يمسك المجرم الحقيقي لحتى أنا بلش تحقيق. بس بعد إذنك، تعرفي أنا كتير عطشانة، ممكن كاسة مي لو سمحتي؟ أكيد رح جيب لك فورا. تفضلي. كيف بدي فهمهم إنه الزلمة اللي عم يدوروا عليه متخبي تحتهم؟ هي البنت غريبة وكتير. خلاص لا تفكر فيها. أي أنا عم حاول. هي البنت عم تتظرف ونحن بهذا الوضع، ما لا طبيعية. أنا ما فيني أحكي شيء إذا ما راحت هاي المرة من هون. هذا الوقت المناسب لحتى أهرب، وإلا راح يمسكوني. عم يهرب! ليه هذا وقف؟ وقف! وقف! وقف عندك! تعال أنت كمان. أخ تركيني يلا. يلا جاي. احكي الحقيقة ولا أخي رح يخليك تحكي. أنت ليش بدلت الحلويات؟ أي حلويات؟ هذا الكلام صدقوني أنا ما بعرف عنه أي شيء. شو قلت؟ ما بتعرف شيء؟ أنا أكلت بهدلة بسبب هاي القصة، وسمعتنا كانت رح تنضرب بسببك، وعم تقول إنك ما بتعرف شيء؟ استنى لحظة شو بهام، أنا رح خليه يحكي. بدك تحكي ولا تنضرب؟ إيه احكي. إيه
طيب أنا رح أحكي. قالوا لي رح يعطوني مصاري. في زلمة خطط لكل هاد وأنا اللي نفذت كل شيء. وعن جد أنا ما بعرف مين هو، بس خبرني إنه حلويات بابو رام رح تحمل الحلويات، ولازم بدل كل شيء وحط بدال حلويات بايتي ومو منيحة. أنا قلت له جاري ممكن ينفذ المهمة، هو حالياً بيشتغل بمحل بابو رام، وكنت رح أخذ 20,000 بس لنفذ هاي المهمة. 20؟ بس أنتو عطيتوني 5,000؟ أنا اللي تعبت وأنت أخذت المصاري؟ ضربوه ولا ترحموه، هاد واحد سيء وسخيف. يا جاري أخذت نص المبلغ، أنا هلأ رح أخذ باقي المصاري من الجماعة، قالوا لي اليوم بتاخدها. يلا خلينا نروح لهنيك، بس يوقع بين إيدي رح موته من الضرب. ايه امشوا، أنا بعرف هاي المنطقة منيح. نحن مالنا بحاجتك. مانكن بحاجتي؟ أنت شو عم تحكي؟ لولاي ما كنتوا عرفتوا تعملوا شي. طيب مو أنا اللي مسكت لك الأول وبعدين دليتك على الثاني؟ وشو عم تقلي؟ أنتم مو بحاجتي؟ قلت لك رح ساعدكن بكل شي وبتحكي هيك كلام فوقة؟ أنت على فكرة لازم تشكرني، وكمان لازم تعتذر مني، بس مو مشكلة. أنت هيك عطول أول ما شفتك أنت وقعت لي المشبك على الأرض، ما في داعي للاعتذار، بس إلي الحق أنك تشكرني. سكتي طلعي. يلا فورا. عمي منيح انك اجيت، البطاقة الظريفة اللي اختارتها كاريشما العرسة طلعت هاي السلة كتير لابقة معها. بس سلفي جيريش عم يقول انه البطاقة والسلة مع بعض رح يكلفونا مبلغ كتير كبير. هلأ انت قلي يا عمي، مو هذا أول عرس بعائلتنا؟ وكمان فوق هذا عرس حفيدتك، يعني معقول نقعد نحسب كل شغلة شو رح تكلفنا؟ أبي على طول بيخالفني بكلامه، وهو ما بيوافق على قراراتي أبداً. عن جد طالعة حلوة، بس برأيي جيريش معه حق، حكيه صحيح. أنا بوافق الرأي. هلأ كاريشما حق علينا نفرحها، مع هيك بتضل مجرد دعوة، ما أنا مستاهلة يعني. عمي كاريشما بنتي بتفرح وقت تاخد صورة، هي بسيطة وما بتطالبنا، بس كمان هذا عرسها بالآخر، وهي اختارت البطاقة والهدية، وأنا بصراحة ماني حابة أكسر بخاطرها. ونحن كمان ما بدنا نكسر بخاطرها يا روحي،